تدرون جهاز الجري اللي نستخدمه حتى نحافظ على لياقتنا بالأساس كان جهاز تعذيب؟ لا تستعجلون. بالعام 1818 اخترع المهندس البريطاني ويليام كيوبيد أول جهاز مشي، واقترح أنه يكون موجود داخل السجون. الجهاز كان عبارة عن منصة دوارة مبنية على شكل عجلة، ويصعد السجين بها ويبدي يمشي أو يركض فتدور العجلة. كان الغرض من إنشاء العجلة هو إجبار السجناء على المشي لفترات طويلة، الغرض تقليل طاقتهم وتعليمهم الانضباط. وبعض السجون كانت تربط العجلة بآلات أخرى حتى تستخدمها بطحن الحبوب والذرة. السجناء كانوا يعملون لفترات طويلة على العجلة بمتوسط 6 ساعات يومياً، أكثر من 16,000 خطوة، يعني أكثر من نصف مسافة جبل إيفرست. أنتم متخيلين المسافة؟ وبعدها حالة السجناء تدهورت وصارت أكثر من حالة وفاة، ولهالسبب تم منع استخدامها داخل السجون بالعام 1902. وبالقرن العشرين تحولت عجلة المشي الأداة للياقة البدنية والعلاج، واليوم تستخدم بالصالات الرياضية، البيوت، المراكز الصحية، بس للياقة البدنية مو للتعذيب.